صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون إن شاء الله عامرة بالمعلومة الصحية الطبية التي نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد. أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها زميلتي الدكتورة ميسون الشعالي، ولكن قبل ذلك خلونا نرحب بفريق العمل معنا في الإعداد نور نزال لحلقة اليوم. ميرا الإغفلي صبحت الله بالخير. ميرا أنا أبغي الفقرة التغذوية قبل الفاصل الأول. انزين، وعندنا في الإخراج المبدع دائما عيسى سبي صبحك الله بالخير. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. أرقام التواصل معنا الدكتور ميسون 600551414، المسجات على 4006. أيضا اليوم عندنا سؤال الحلقة يقول ما هو النظام الذي تعمل به هيئة الصحة بدبي للانتقال إلى عالم إنترنت الأشياء؟ هل هو نظام سلامة، نظام النوافذ القانونية، نظام أو تطبيق المزاد الذكي؟ هذا سألناه قبل نحن أظني صح؟ لا أنزل ما نغير السؤال، شو رأيك؟ أنزل السؤال ما نخلي شو نسأل أنزل ما هو النظام الذي يقوم بتحويل التغذية للمرضى بطريقة آمنة بناء على النظام الغذائي المتبع لكل مريض؟ أنزل هل هو نظام التغذية CBORD ولا جهاز بوديو ولا نظام الشكاوى الطبية؟ انزين، نظام التغذية، نظام بوديو، نظام الشكاوى الطبية. خبرونا شو الإجابة على 4006 مع الاسم الثلاثي والإجابة. لا تحطون الرقم، اكتبوا الإجابة. يعني نظام التغذية تكتب ولا نظام بوديو أو جهاز بوديو أو نظام الشكاوى الطبية؟ سؤالنا سهل اليوم، مو وايد سهل بس سهل. انزين طيب، إذا الجماعة في التغذية جاهزين انزين، نحن فقرتنا التغذوية لليوم بتكون إن شاء الله يعني ما نتحدث فيها عن تسهيل تناول وجبات الطعام لكبار السن مع اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي عليا الدخان. صباحك الله بالخير عادية. سهى معانا اليوم؟ انزين يلا مو مشكلة. سهى صباحك الله بالخير. الله يسعد صباحك. يا هلا، خبرينا اليوم عن شو اسمه فقرة دايتك. تفضلي. اوكي، احنا طبعا متواجدين في معرض دايتك هيئة الصحة بدبي. من خلال نعرض عنا تطبيق إلكتروني جديد في هيئة الصحة عن خدمات الإطعام في مستشفيات هيئة الصحة للمرضى المقيمين. هذا التطبيق هو امتداد لتطبيق سلامة، الملف الطبي الإلكتروني للمرضى، بحيث يخدم المرضى المقيمين في كافة مستشفيات هيئة الصحة. هذا النظام أخ محمود بيضمن لنا وصول الوجبات الغذائية أو المغذيات اللازمة للمرضى على أكمل وجه بأقل نسبة أخطاء، على أكمل وجه بما يتناسب مع حالة المريض الصحية، لأنه هذا النظام مجرد ما الطبيب يعمل يحط الطلب أو أخصائية التغذية العلاجية اللي بتكون موجودة متواجدة في الأقسام يحط الطلب في نظام سلامة لهذا المريض، انه هذا المريض عنده مثلا هذه الحاله المرضيه، بيحط طلب الاوردر للوجبه او المغذي المناسب لهذا المريض.
هذا النظام تلقائي بعدها بتواصل مع وحدة الإطعام الموجودة في كل مستشفى بإشراف أخصائيات برضو تغذية بتلقوا هذا الطلب. الجديد والحلو في هذا النظام أو التطبيق إنه مثلا الدكتور لما بيختار لي طبيعة هذه الوجبة لهذا المريض أو المغذي، التطبيق بيستثني بيقوم باستثناء الأشياء والوجبات والأطعمة اللي ممنوع يتناولها هذا المريض. يعني أنا عندي مريض مثلا عنده حالة سكري، حالة كلى، تلقائي اوتوماتيكلي بتتكنسل الوجبات الغذائية اللي موجودة في هذاك اليوم أو نوعية الأطعمة اللي موجودة في هذاك اليوم من وجبة المريض. فلما بتوصل الوجبة عند وحدة الإطعام هذا المريض، هاي الأطعمة بيكون عليها زي ما تحكي خطوط حمراء إنها ما تتواجد على الصينية والأوردر اللي راح يطلع فيما بعد للمريض. فهيك إحنا بنضمن إنه توصل الوجبة الغذائية على أكمل وجه للمريض بما يتناسب مع وضعه الصحي. طيب بس خبريني عن مشاركتكم في جايتكس أختي سهى. إحنا هلا هون عم نعرض هذا النظام وكيف ارتباطه مع نظام سلامة، بنورجي الناس كيف بتقلل عندك نسبة الأخطاء. يعني حتى في الشاشة لما بتطلع عندك، بتطلع عند الأخصائية الموجودة في وحدة الإطعام، بيطلع عندك هذا المريض وين موجود، في أي قسم، أي مستشفى، أي سرير بالضبط. فإحنا قللنا حتى نسبة أخطاء في أن توصل هاي الوجبة لهذا المريض. المريض بياخذ الوجبة المناسبة إذا بناء على كل المعلومات اللي واردة لهذا المريض. أيوة. يعني بتكون تنضبع بطاقة بنسميها البطاقة الوجبة الغذائية. البطاقة بيكون فيها اسم المريض، رقم البطاقة الصحية، المستشفى، رقم الغرفة، الحمية الغذائية أو الوجبة الغذائية المناسبة له. هذه كله بترجع الأخصائية بتشيك عليه. طبعا زمان كان هذا الشغل يكون مانيوال في الإيد، البنت تكتبه، الأخصائية تكتبه ويتم مراجعته من قبل المشرفين وتطلع فيه. هلا احنا اختصرنا وقت، اختصرنا جهد، قللنا نسبة الأخطاء، وكله هذا طبعا في خدمة المريض بحيث انك تضمني انه عم بيوصل له الشيء، الوجبة الصحية المناسبة بما يناسب وضعه التغذوي، ما يناسب صحته في اقل وقت ممكن. فكان فيها كله اختصار للوقت وللجهد وللمخاسر طبعا فيما بعد، كله بينعكس على الامور المادية الاخرى. جميل جدا استاذة نوها. يعني اذا ما بنتكلم بعد عن النظام بشكل عام، فهو نظام إن شاء الله راح يحقق الفائدة الكبيرة، ونظام ذكي بإذن الله. بإذن الله. وأيضا يعني أنتم معودين دائما في إدارة التغذية أن دائما تطبخون لنا أشياء زينة إن شاء الله، وهذا النظام مطبوخ إن شاء الله بشكل زين إن شاء الله. طبعا أهمنا الأول والأخير هي خدمة المريض بما يتناسب مع وضعه. كمان نقدم له خدمة يستمتع في تناول الطعام، ما يكون إشي منفر، وبنفس الوقت يخدم حالته الصحية. بس عندي سؤال، النظام يعني بس يستقبل مرضى ولا حتى لو مش مرضى؟ أو الابليكيشن هذا؟ الابليكيشن حاليا هو مرتبط مع المرضى المقيمين في المستشفى. أوكي. طبعا هلأ الخطوة اللي بعدها حتكون المقاصف اللي في المستشفيات برضه، بحيث انها تكون برضه كلها بطريقه صحيه وبطريقه مغذيه. جميل جدا. نحن شاكرين لك اختنا العزيزه سهى محمود، اخصائيه التغذيه العلاجيه في اداره التغذيه السريريه في هيئه الصحه بدبي، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. اهلا فيك. اهلا فيك. طيب يعني سؤال حلقتنا اليوم مو ما له علاقة بسهى أبدا. إنزين، سؤالنا يقول: ما هو النظام الإلكتروني الذي يقوم بتحويل التغذية للمرضى بطريقة آمنة بناء على النظام الغذائي المتبع لكل مريض؟ هل هو نظام التغذية؟ هل هو جهاز بوديو؟ أم نظام الشكاوى الطبية؟ الإجابة على 4006، الاسم والإجابة. زين، وأيضا الفائز معانا بيفوز بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي، يعني احتفاء بمعرض جايتكس 2018. نحن نطلع فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل ما نتواصل معاكم مستمعينا، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن مستمعينا، سؤال حلقتنا اليوم، تذكرين السؤال دكتورة ميسون؟
التطبيق زين اللي يساعد في معرفة التغذية السليمة. لا 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 لا، ما هو النظام الإلكتروني الذي يقوم بتحويل التغذية للمرضى بطريقة آمنة بناء على النظام الغذائي المتبع لكل مريض. الخيارات عندنا نظام التغذية، جهاز بوديو، ولا نظام الشكاوى الطبية على 4006 مع الاسم الثلاثي. وأيضا نبغي تحطونا الإجابة، يعني تكتبونا إما نظام التغذية ولا جهاز بوديو أو نظام الشكاوى الطبية. الجائزة عبارة عن 1000 درهم. 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. شاركوا. إنزين، الحين أنت أسا تدعينهم ولا تامرينهم؟ لا يعني أدعيهم عشان يفوزون إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. 1000 درهم زينة حلوة صح ولا؟ إنزين. ما حطيت لي أم شاركتنا وياكم. أنت ممنوعة من أنت ممنوعة صار سوي لك بلوك أنا. المهم شكرا عزيز. تفضلي دكتورة. ويانا في الاستوديو الخوات حواء البلوشي وآمنة المرر من اللجنة الرياضية في هيئة الصحة بدبي، بيخبرونا عن دورة الشيخة هند للألعاب النسائية 2018. ممكن بس تعطونا نبذة أول شيء عن هاي الدورة؟ أول شيء السلام عليكم دكتورة ميسون. في البداية معانا الأخت آمنة المرر وحواء عبد الله من اللجنة الرياضية من هيئة صحة دبي. منو حواء منو آمنة؟ أنا حواء البلوشي من إدارة التعليم الطبي والأبحاث، عضو في اللجنة الرياضية من هيئة صحة دبي. وأنا آمنة المرر مهندسة معدات طبية في مستشفى راشد وعضو في اللجنة الرياضية. ما شاء الله عليكم. طيب نحن خلينا ناخذ أول شيء فكرة سريعة عن هذه البطولة وبعدها أنا عندي كم سؤال لكم إن شاء الله. تفضل. بطولة أو دورة الشيخة هند للألعاب النسائية هالنسخة بتكون النسخة السادسة، وإحنا كهيئة صحة دبي هالسنة الرابعة نشارك فيها على التوالي. البطولة هذه طبعا حق المؤسسات والدوائر الحكومية فقط النساء، وفيها تقريبا 10 ألعاب جماعية، 10 ألعاب فردية وجماعية. والحمد لله إحنا عندنا وايد إنجازات في الدورة نفسها، وإن شاء الله خبرينا شو هي الإنجازات اللي حققتوها يعني على مدار 4 سنوات. والله إحنا الحمد لله الحلو في الموضوع إن زيادة مشاركات الموظفات قام يزيد كل سنة. يعني مثلاً أنا أذكر أول مشاركة أنت كنتي بس في حد غيرك. 2015 الحمد لله كان في يعني في ذيك. إحنا صراحة كنا بس نفتقد العنصر النسائي المواطن. المواطن. بس لا الحمد لله هالسنة يعني متفائلين خير، في كمية ما شاء الله. في عدد. حوا. نعم. أنت شو تلعبين؟ أنا ألعب طائرة. طائرة. جميل. وأنت شو تلعبين أنا؟ أنا صراحة بس الجري اللي في دورة شيخة هند، لأن أنا برا شوي بوكسينج وويت ليفتينج. بضربين الناس. زين. أنا أبغى أتكلم الحين عن دخولكم هذا المجال. أنتم ما شاء الله عليكم رياضيات في البداية. ما الدكتورة بس شاركي معاهم ولا أنت عندك ميول رياضية؟ عندي ميول رياضية. شو بتلعبين؟ أنا إذا بسير جري طبعاً، ما بسير شيء ثاني. دورة شيخة هند وايد متفرعة، يعني فيها حتى بولينج، شطرنج، وايد رياضات. ممتاز. زي أنا بتكلم الحين عنكم أنتو، يعني ما بينكم يعني كنتوا نوالي يعني استقطاب العديد من المواطنات عندنا في هيئة الصحة بدبي للمشاركة في مثل هذه البطولات، وهو الهدف الرئيسي اللي يعني تسعى له الحكومة دائما من خلال كل المنافسات اللي صايرة. فأبغى أتكلم معاكم عن صعوبة دخول المرأة المواطنة يعني مثل هذه المنافسات. ليش؟ والحين تقولي الحمد لله شوي تغلبتوا على هذا التحدي. تصدق محمود، خلال دورة الشيخة هند في السنوات السابقة، يعني أنا اللي كان يحز شوية في خاطري الدوائر الحكومية الثانية ما شاء الله نسبة المواطنات ما تتخيل، بتشوف مقيمات ينعدون بالأصابع، بس إحنا كنا نفتقر صراحة هالشيء. فهالسنة غيرنا شوية التكنيك، حفزناهم شوية، قلنا في يعني تحفيز مادي وفيها تحفيز معنوي، يعني طرق جذب الملاعب قناهم احنا عندنا ملاعب لازم تيون تلعبون. فقاموا البنات شوي شوي يعني كجروبات نكلم بعض واتساب، تعالوا المواطنات شاركوا،
في جوائز يعني عينية وفي جوائز قيمة، فها شوي حفزهم هالسنة، فشوية يعني تغير الموضوع. قبل صراحة كنا نعاني يعني المواطنات كل ما نقول لهم تعالوا شاركوا مو متشجعين، ما فاضيين عن عيالنا وعنا ما أدري شو بنيس، ما أعرف يعني مع أن هذا شيء يفيدهم. يعني الرياضة هي أسلوب حياة، الواحد لازم يغير شوية من الروتين والسترس الدوام والأمور هذه، فكنا نعاني. بس الحين الحمد لله هالسنة سوينا فريق سلة، سوينا فريق سلة الحمد لله، أغلبيتهم مواطنات، تقريبا 8 مواطنات عنا ما شاء الله، وباقي الألعاب الفردية بعد في وايد نسبة مواطنات مشاركات. فهالشيء إن شاء الله إن شاء الله يعني الله يوفقهم وإن شاء الله ناخذ. شو رأيك في هالكلام أنت دكتورة؟ أنا طبعا أقول ممارسة الرياضة شيء مهم جدا وأسلوب حياة، لازم الواحد يعني أدابتت يأخذه في حياته ويخليه شيء يومي، مو بس في المشاركات والمسابقات، كأساس شيء أساسي في حياته عشان صحته. صحيح. زين أنا أبغى أسألك هني آمنة، يعني أنت ما شاء الله عليك شو قلتي لي، مهندسة شو؟ معدات طبية. مهندسة معدات طبية، شو خصك في الرياضة؟ رياضية هي تشارك. رياضة باشن. لا تقول لي بوكسينج، ما بوكسينج وهذا خبري. يعني أنا من 2012 بادية بوكسينج، ويوم طلعت رياضة كروسفيت بعد كنت أشارك وأفوز يعني مراكز وشي، بس الحين شوي خففت يعني أكثر نركز على هالألعاب الحرة نفس الطائرة والجري وأشياء مور فتنس، عشان في بعد وايد مسابقات اللي شاركون فيها الحكومات، نحاول نسوي جروبات ونركز على هالرياضات أكثر. طيب هني أنا أبغي بعد تخبركم يعني بالنسبة لي هيئة الصحة، أنت ذكرتي في دعم مادي ودعم معنوي، هو يمكن الدعم المادي ما يكون وايد مؤثر في أنك تستغل، لأن مهما يعني دعمته ماليا ما بيكون المبلغ الكبير اللي ممكن يحصل إذا كان هو رياضي بروفيشنال يعني، ولكن هو من باب التقدير. فالحافز الرئيسي اللي لازم يعني هذا ما أتكلم عن بس يعني بناتنا في هيئة الصحة، خواتنا في هيئة الصحة، لا أنا أتكلم بشكل عام اللي تسمعنا. زين الحافز الرئيسي للرياضة لازم يكون مثل ما ذكرت أختي حواء، أسلوب حياة. زين فكيف تنظمون وقتكم ما بين الدوام، ما بين البيت، ما بين الرياضة والمشاركة في البطولات؟ السؤال لكم انتم اثنينكم، منو يبغى يبتدي؟ ابتدي معك عامل، يقول لك اللي يبى الصلاه ما تفوته. صح. فانت يعني تحاول تنسق في جدولك، اليوم بسوي الرياضه الفلانيه في الوقت الفلاني لان دوامي شي، يعني انت ترتب بينك وبين نفسك، في نفس الوقت تعطي وقت يعني حق عائلتك يوم شي ويوم شي، يعني تحاول تشوف حسب جدولك. انا قبل يعني كل ما يسالوني عن شيء طلعه او يمعه صبروا خلنا نشوف الكلاس الساعه كم في الجيم يعني، فأرتب. وإحنا نفس الشيء يعني كلجنة رياضية عندنا عدة مبادرات وأنشطة على مدار السنة، المبادرات هاي بس أساس أن نعزز من دور المرأة في القطاع الرياضي، فعندنا جدول مثل يعني كل ما تكون عندنا أكتيفيتيز فنعرف مثلا هالوقت عندنا هالجدول عندنا هالفعالية، وإحنا أصلا عندنا فعاليات على مدار السنة بالذات الملاعب الموجودة عندنا، عندنا طائرة وعندنا التنس وعندنا السلة وعندنا كرة القدم. صحيح. احنا شوي يمكن المواطنات عندهم شوية خصوصية، يحبون مثلا اذا يكون عندنا انشطة يحبون في الصالات المغلقة، يعني حتى في هالشيء نحن نشجعهم مثلا اذا عندنا اي اكتيفيتي او مثلا بطولة مع الدوائر الثانية نصير مثلا نحجز لهم صالات مغلقة عشان ياخذوا راحتهم اكثر. جميل. فيعني منظمين جدولنا. المرأة سواء كانت تشتغل ولا أم ممكن تحصل لنفسها ساعة في اليوم لحقها على نفسها، ممكن تجيب المدربة البيت، ممكن تروح تأخذ عيالها في بعض الأنشطة الرياضية، يستقبلون الأمهات مع العيال. صح. يسوون رياضة. دكتورة فلوس واجد مدرب يجي داخل البيت. يعني في حلول، يعني في وايد حلول. في ببلاش تشغل يوتيوب وتشوف تمارين وتسويها. يا سلام عليك. إيه شفتي؟ بالضبط. زين إحنا نذكر بسؤال المسابقة اليوم، سؤالنا يا جماعة الخير وايد سهل، حتى ضيفتنا في البداية كانت تتحدث عن نفس الموضوع، وعشان أساعدكم لأن ما أبغي حد يطرش لي أي إجابة غلط حرام ما يدخل السحب معانا. السؤال يقول ما هو النظام الإلكتروني الذي يقوم بتحويل التغذية للمرضى بطريقة آمنة بناء على النظام الغذائي المتبع لكل مريض؟ هل هو نظام التغذية ولا نظام الشكاوى الطبية؟ أسأل من شي ما فيه. زين لغينا إجابة.
عموما ليش ما يكون في تشجيع كذلك لربات البيوت، خاصة أن الرياضة أمر مفيد لهم وهم بحاجة له؟ هذا حسين يقول، يسأل حسن. لازم يكون في تشجيع، لازم الرجال يشجعها ربات ريله يشجعها بالضبط، يقولها انا بشل اليهال اليوم انت سيري تريضي مثلا ممكن، او ممكن يطلع وياها حديقه يمشي والعيال وياهم. صح دكتوره، ترى ساعات مثلا مسرين تتمشين مثلا في الكايت بيتش او اي مكان، تشوفي الاجانب بتشوفينها حامل شرشتها وبالقاري البيبي الثاني بالقاري يعني هاي شو وضعها؟ واحدة جايبة بطولة سلة في أمريكا ما أدري في أي شهر، شو تقولي أنت؟ واللي يبغي يسوي انزين هنا لا الله خليك الشهر الثاني نسدحن كذا على ما يرموه يتحركن. ها ليش تضحكين؟ صح كلامي ولا غلط تقول لي بيرة؟ عموما أنا وايد مستانس وجودكم معانا، يعني أتمنى لكم التوفيق. شو تبغون تخبرونا قبل لا نختم معاكم هذا اللقاء الجميل؟ كلمة أخيرة تبغين تقولينها سواء للهيئة، للجمهور، للمرأة، عن البطولة، كيفك؟ عن البطولة أنا بس أبغى أضيف نقطة عن إنجازاتنا نحن كلجنة نسائية في 2018 يوم شاركنا بدورة الشيخة هند. الحمد لله أوجه تحية للدكتورة مهناز، أتحمد لها بالسلامة، أخذت هي المركز الثالث في السايكلينج. وعندنا الأخت حنان أحمد في بطولة البادمنتون أخذت بعد المركز الثالث على المواطنات. وعندنا دكتورة ربا أخذت المركز الثالث على المقيمات. فهالمناسبة إن شاء الله البطولة بتبتدي باكر من تاريخ 16 لين تاريخ 30. كم عدد المشاركين من عندنا؟ تقريبا 38 38 ما شاء الله وايد مشاركين في ألعاب مختلفة يعني. ممتاز انزين. فاحنا كهيئة الصحة واللجنة الرياضية أحب أوجه جزيل الشكر لصاحبة السمو الشيخة هند بنتي مع آل مكتوم لرعايتها ودعمها للمرأة أنها تدخل في هالمجال الرياضي، وفي نفس الوقت أوجه الشكر لمجلس دبي الرياضي لأنهم هم اللي منظمين الفعاليات هاي وإحنا يعني تنسيقنا كله معاهم، ونفس الشيء بهيئة الصحة دبي أوجه الشكر لدعم معالي حق اللجنة الرياضية. صحيح. وإن شاء الله أتمنى التوفيق لجميع الفرق، إن شاء الله نأخذ المركز الأول. موفقين إن شاء الله، موفقين كل التوفيق إن شاء الله. آمنة خلصت ها؟ Good luck بس حق everyone، لأن باكر بنبدأ إن شاء الله اليوم الأول بادمنتون وتشيس وكرة سلة. إنزين نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. وسواء يعني فزتوا ولا ما فزتوا بجوائز، أنتوا أكيد فايزين أنكم أنتوا ساهمتوا في عملية أنكم. أنا مهددة اللاعبات كلهم. ويش؟ هذا نوع من أنواع التشجيع. هذا تشجيع ولا تهديد؟ يستاهلون. لا يستاهلون، وللأمانة يعني حتى أنت ذكرتي شغلة، لأن دعم معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي للأنشطة الرياضية، للأمانة يعني دعم لها محدود وكبير، وجزاه الله خير. يعني أنا ما أتكلم بس عن اللجنة أو الرياضات النسائية، حتى جميع الرياضات، أي شخص في الهيئة يعني عنده موهبة رياضية ولا عنده أي ميول رياضي يدعمه بشكل كبير اللجنة. يعني اللهم لك الحمد، يعني في الفترة الأخيرة عدل الملاعب جزاه الله خير، وفر ميزانيات لهم، ضبط لنا الكثير من الأنشطة اللي موجودة. فهذه تحية أيضا نوجهها لمعالي حميد القطامي على دعمه اللامحدود للرياضة بالنسبة لموظفي هيئة الصحة بدبي، لأن هذا أساس. يعني نحن هذا ديدن حياة، نحن نقول حق الناس العبوا رياضة هني. صحيح. صح. فالأجدر أن نحن نكون صح. نماذج الناس. هي كم ساعة تلعبين رياضة في اليوم دكتورة؟ أنا إذا قدرت ساعة يعني لازم كل يوم، يعني على حسب الظروف. أيوة. أغلب الأسبوع وايد زين. الحمد لله أنا دلملة محد. وأنت محمود؟ أنا ألعب تقريبا الحين والله مقصر يبقى 3 أيام في الأسبوع أو 4 أيام قبل يوميا تقريبا على الأقل، بس أنا أحب السيكل أكثر. حلو. إيه يعني أكثر من الجري، أكثر من حتى الحديد عموما. مفيد. إيه لا السيكل مفيد، ممتع ممتع. ميرا ما شاء الله تلعب 5 ساعات في اليوم رياضة.
ثلاث ساعات بس. انزين عموما نطلع فاصل، بس قبل الفاصل خلنا نذكر بسؤال الحلقة. انزين وعندي هني بس ابغي اقول حق يعني عبد الله محمد، اجابتك غلط بارك الله فيك، يعني انا لغيت هذه الاجابه والسبب انك انت ياس تجاوب هذا الخيار. انزين فسؤالنا بسيط جدا يا جماعه الخير، يقول ما هو النظام الالكتروني الذي يقوم بتحويل التغذيه للمرضى بطريقه امنه بناء على النظام الغذائي المتبع لكل مريض؟ هل هو نظام التغذيه ولا نظام الشكاوى الطبيه؟ شو رايكم انتوا على 4006 مع الاسم الثلاثي، الاجابه مع الاسم الثلاثي. فاصل وراجعين. صحه وسعاده. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحه وسعاده. أرقام التواصل معانا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. هني محمد يسأل شو موضوع الحلقة أخوي محمود؟ الجواب على سؤالك أوكي، جاوب على 4006. شو سؤال الحلقة اليوم دكتورة ميسون؟ ما هو النظام الإلكتروني الذي يقوم بتحويل التغذية للمرضى بطريقة آمنة بناء على النظام الغذائي المتبع لكل مريض، نظام الشكاوى الطبية أو نظام التغذية؟ يعني أسأل من تي ما في يا جماعة، ها؟ على 4006 الإجابة مع الاسم. إنزين ناخذ فقرة التغذية مالتنا اليوم، نحن شوية أجلناها يعني لين هالفترة. معانا أخصائية التغذية عليا الدخان، صبحت الله بالخير عليا، وبتكلمينا اليوم إن شاء الله عن تناول وجبات الطعام لكبار السن. تفضلي. صبحك الله بالنور والسرور. الموضوع اليوم بيكون عن طرق تناول تسهيل تناول وجبات الطعام لكبار السن، خاصة اللي يعانون من مشاكل في فقدان الشهية. حابة في البداية أتكلم عن بعض أسباب فقدان الشهية. الأسباب متنوعة، لكن بعض الأسباب ممكن تكون بسبب عدم القدرة على التعرف على الطعام، خاصة عند كبار السن اللي يعانون من مشاكل الخاف أو مشاكل النسيان أو اللي يعانون من الزهايمر. فمع تقدم المرض يبتدون يعني ما يقدر يميز أو ما يقدر يتعرف على الأكل، وبالتالي يؤدي إلى فقدان في الشهية. أحياناً تكون عندهم بعض المشاكل اللي في الأسنان، فقدان الأسنان أو في تركيبات الأسنان، أطقم تركيبات الأسنان ما تكون طريقة صح، فهذا يؤذي وهو يأكل، يجرح وهو يأكل. فمع الوقت يبدأ ممكن ما يشتكي، بس يعني ما يحب إنه يأكل، يفقد الشهية ويبتعد عن الأكل. نعم. ممكن أحياناً تكون يعني أدوية إذا دخلنا أدوية جديدة أو جرعات مختلفة على الشخص، يبتدي يسبب له مثلاً أعراض جانبية مثل الغثيان أو تنساد نفسه، فبعد هذا سبب من أسباب فقدان الشهية. كذلك عدم ممارسة الرياضة بشكل كافي أو دائماً الجلوس في البيت، بعد لأنه ما يبذل طاقة كبيرة فما بيحس بالجوع. فهني دائما ننصح كبار السن يتمشون حتى لو في البيت أو في الحديقة فترة قصيرة على قد استطاعتهم، لو 10 دقائق أو ربع ساعة. فالمشي هذا روحه بعد يحسن من المزاج ويحسن من الشهية. بعد من المشاكل اللي تصير مع تقدم السن، ممكن الكبير يحس بفقدان في حاسة الشم والتذوق، هذا بعد عامل رئيسي يخلي الشخص إنه ما يستلذ في الطعام وبالتالي يفقد الشهية. أحياناً يكون عنده مشاكل في الحالة النفسية وإحنا ممكن ما ننتبه عليها، مثل الحزن أو الاكتئاب، وبعد هذا سبب جداً مهم لفقدان الشهية. حنركز الموضوع اليوم عن فقدان الشهية. ليش؟ لأن فقدان الشهية إذا استمر لفترات طويلة ممكن يؤدي لسوء في التغذية. إذا كان فترة مؤقتة أو فترة قصيرة ممكن يعني نحدد المشكلة ونحاول نحلها، لكن إذا استمر لفترات طويلة هني تبدأ المشكلة تصير أكبر، لأن سوء التغذية يعني جدا صعب على كبير السن، لأنه ما يأخذ احتياجه لا من العناصر الرئيسية من الكربوهيدرات أو البروتين أو الدهون والسعرات الحرارية، ولا حتى يأخذ احتياجه من المعادن والفيتامينات. يبدأ يتعرض لبعض المشاكل الصحية والأنيميا والنقص في الفيتامينات، وحتى يأثر على جهاز المناعي فيبتدي يمرض أكثر، ممكن يسبب ضعف في العضلات
يفقد كتلة يعني الكتلة العضلية. أيوة. ويزيد عنده نسبة الكسور بالتالي. أحيانا مع سوء التغذية يزيد عندهم خطر حدوث الالتهابات أو بطء التئام الجروح، وهذا يعني الموضوع جدا سيريوس إذا كان المريض عنده سكر وعنده سوء التغذية، لازم ما نتجاهل الموضوع. إذا صار عنده أي جروح مثلا في القدم أو شيء الالتئام يكون أبطأ. جميل. فسوء التغذية يعني موضوع ممكن ما ننتبه له، ممكن تشخيص كمرض، لكن هو يزيد من الأعراض المشاكل الصحية الموجودة. جميل، نحن شاكرين لك أختي عليا الدخان، خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، موضوع شيق وجميل جدا، ويعني ودنا نسولف وياك أكثر فيه، ولكن عندنا فقرة ثانية ونبغي نذكرهم بسؤال المسابقة. مشكورة يا عليا. العفو. شكرا جزيلا. طيب مستمعينا، يعني أنا أتكلم عن يعني حسين. حسين بارك الله فيك. ياس أقول سؤال الحلقة، خبريني سؤال الحلقة دكتورة. ما هو النظام الإلكتروني الذي يقوم بتحويل التغذية للمرضى؟ بتحويل شو؟ التغذية للمرضى بطريقة آمنة بناء على النظام الغذائي. بناء على شو؟ النظام الغذائي المتبع لكل مريض. إنزين. الجواب نظام التغذية أو الشكاوى الطبية. أمطرش لي شكاوى طبية ليش؟ إنزين. عموما نحن سؤال الحلقة على 4006 مع الاسم الثلاثي، بارك الله فيكم، يعني تكتب الإجابة مع الاسم الثلاثي. إنزين، والنظام هو اللي بيختار، يعني اكتب الإجابة مثل ما نحن قلناها، نظام التغذية أو النظام الشكاوى الإلكترونية. عموما 4006 والجائزة 1000 درهم. طيب 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. عندنا من المشاركات الجميلة في لهيئة الصحة بدبي في معرض جايتكس على منصة الحكومة الذكية، مشاركة خاصة لمشروع حصانة. هذا المشروع الجميل القيم نحن نتعرف عليه مع الدكتورة نوف أحمد الشريف، أخصائي أول طب الصحة العامة بشعبة صحة المدارس والمؤسسات التعليمية. صباحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله من النور والسرور اخ محمود. انزين، انا بخليكم الحين انت وميسون تسولفون عن النظام هذا لان انتم ادرى فيه. صبحك الله بالخير نوف حبيبتي، شخبارك؟ الحمد لله بخير، حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك. تفضلي. اجيب لكم قهوه حبيبتي؟ تفضلي خبري. ما ادري اجيب لكم قهوه. لا لا مشكور، ما تقصر. زين دكتور اعطينا نبدا عن مشروع حصانه. طبعا نظام حصانة هو نظام مراقبة الصحة العامة بإمارة دبي، يعني هي إحدى مبادرات هيئة الصحة بدبي بما يتوافق مع خطة حكومة دبي للمدن الذكية وإكسبو 2021. ومثل ما أنت تعرف نظام الحصانة هو نظام يتكون من أصلا جزئين وايد مهمين لنا في إمارة دبي. واحد عندنا أنه هو مهم حق استقصاء الأمراض المعدية والأوبئة اللي في إمارة دبي. أيوة. هذا يتيح يعني يسهل للأطباء الكادر الطبي التمريضي الأخصائيين والمختصين لتخطيط هذه إدارة الأمراض المعدية وسرعة الاستجابة لها. نعم. يعني إذا استوى أي شيء أو يعني إذا استوى أي عن مرض معدي يعني نظام الحصانة على طول يقدر يلقط هالشيء ونحطيه ونسجله عندنا في نظامنا. كيف يعني بيساعد المجتمع؟ يعني كيف راح يساعد على أمن المجتمع أكثر؟ يعني بس مجرد إن قراءات ولا في إجراءات ثانية بتكون معه؟ لا طبعا في فريق طبي، ترى الفريق الطبي يعني مثلا عندك في مستشفى معينة خاصة إنزين، أو في مدرسة عندك خاصة طلع مرض معدي أو وبائي إنزين، مثل حصبة مثل شيء، فهم على طول بيدخلونه في السيستم. عندنا نحن كفريق الطبي والمختصين في هالمجال راح يطلع لهم تنبيهات بهذا المرض إنزين، فعلى طول بيكون سرعة الاستجابة لها إن إحنا بنصير هناك نسوي تعرف الانفستيجيشن، يعني إحنا على طول بنستقصي هذه الأمراض ونشوف منو اللي حواليه كانوا ومنو اللي يبالهم نسوي لهم بريفنشن، يعني نمنعهم إنه يأخذون هذا المرض. يعني بيسهل للطبيب وفي نفس الوقت للمجتمع إنه ما ينتشر المرض بسرعة، خلاص بيكون عندنا نعرف الأماكن ونعرف الإحصائية ومنو كان حوالي هالمريض ومنو ما كان حواليه، فبيكون أسهل لنا من الحين. مثل الحين يخبرونا والله المدرسة الفلانية بس ما نعرف، فاهم علي؟ فإحنا لازم نروح نشوف هالمدرسة ونشوف هذا الطفل أو في مستشفى خاص وبعدين طلع
هنا بيبين كل بياناته مع رقم الهوية، بنعرف هذا المريض وين بيكون. دكتورة نوف، يعني هو الحين بيحدد موقع المريض، وبتشوفون طبعاً الناس اللي هم in contact أو متعاملين معه، وفي نفس الوقت بتعطون العلاج للمريض طبعاً واللي حواليه. واللي حواليه حواليه أوكي، والله نظام جميل جدا. طبعاً بيكون يعني المريض بيكون لحالة ثانية، يعني الأدوية ثانية. أما الحواليه طبعاً بنسوي لهم فحوصات، بنشوفهم هل عندهم هالمرض ولا ما عندهم، فاحنا بنسوي لهم وقايه من هالمرض. في بعض الادويه نسميها وقائيه نعطيهم عسب انهم كانوا حوالي هالشخص. جميل. طيب الحين في الشيء الثاني، بس اضيف شيء ثاني وايد مهم، الجزء الثاني طبعا الحصانه، وايضا في اداره عمليات التطعيم واللقاحات في المستشفيات والمراكز الطبيه، ايضا في المدارس الخاصه. يعني كيف؟ يعني أنا أقول لك مثل هذا الطالب عندي في مدرسة خاصة، إنه الحين هو عنده لازم نعطيه تطعيم الجدري، أو لازم يأخذ تطعيم الحصبة. إنزين، الحصانة بتعطي حق المدرسة وحق طبيب المدرسة أو ممرضة المدرسة، بيعطي تنبيه ترى هذا عنده هاليوم هالوقت هالفلاني لازم تعطيه تطعيم الحصبة. إذا طاف عليه بعد بيعطيك تنبيه حق الممرض والطبيب، ترى هذا ما عطيته تطعيم، it is overdue، يعني جاوز المدة ماله التطعيم. فهنا بيكون مجتمعنا محصن من جميع الأمراض المعدية إن شاء الله. إن شاء الله، جميل جدا. يعني هو بيساعدنا في الوقاية طبعاً من الأمراض المعدية. طبعا. طيب نحن نتمنى لكم التوفيق. وقبل لا أختم معاك دكتورة نوف، بس أبغي كلمة تبغين توجهينها لأولياء الأمور، كلمة للجمهور بهذا الخصوص، وأهمية أن الواحد يعني يقي نفسه من هذه الأمراض المعدية. طبعا أنت تعرف أن نظام الحصانة أول شيء هو النظام قاعدين نشتغل عليه حاليا في المدارس الخاصة، يعني we are ongoing مع فيه. الشيء الثاني، يعني أنا أقول دائما لأولياء الأمور ساعدونا أن أنتم تعطونا الأوراق المختصة في التطعيمات حق المدارس، عشان نحن ندخل، يسهل علينا ندخلها كلها في الحصانة لمصلحته ولمصلحة عياله الأبناء كلهم، إنه يأخذون التطعيمات أول بأول ما يفوتهم شيء، وهذا بالعكس راح يقيهم من جميع الأمراض. جميل. يعني هاي دعوة الحين من الأهالي أنهم يشاركون في نظام حصانة، ويدخلون التطعيمات كلها علشان لسلامة عيالهم وسلامة المجتمع نفسه. طبعا. وهذا أصلا بيكون دائما يعني الوقاية أفضل من العلاج، دائما نقول خلك أنت تكون واقي من هالمرض. صحيح، إن شاء الله. طيب نحن شاكرين لك دكتورة نوف أحمد الشريف، أخصائي أول طب الصحة العامة بشعبة صحة المدارس والمؤسسات التعليمية في هيئة الصحة بدبي. كانت تكلمنا من جايتكس عن مشروع حصان المشارك في هذا المعرض. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا. العفو. شكرا. طيب دكتورة خبرينا السؤال وإجابة السؤال عشان ميرا تأخذ لنا اسم الفائز، بتطرش لنا اسم الفائز بعد شوية. شو كان يقول السؤال؟ السؤال: ما هو النظام الإلكتروني الذي يقوم بتحويل التغذية للمرضى بطريقة آمنة بناء على النظام الغذائي المتبع لكل مريض؟ الإجابة كانت نظام التغذية. إذن أسهل من شيء ما في، أنا كنت أستغرب أن حد يحط لي يعني أسهل نتكلم نظام غذائي وتغذية وهذا، ويحط لي نظام شكاوى الطبية. شو خاصة شكاوى الطبية حي في الموضوع؟ لا، والمصيبة أقول لكم شيء، ميرا تسألني شو الإجابة. لا عشان تكون دقيقة تقول لي أنا أعرف، بس عشان أكون دقيقة. عموما نظام التغذية هي الإجابة السليمة، وتحدثت عن هذا النظام ومميزاته معانا كانت اليوم في بداية الحلقة سوها. عموما الفائز معانا محمد صالح إبراهيم، ألف مبروك للفائز معانا محمد صالح إبراهيم، فاز بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي على هذه المسابقة، على هامش مشاركة هيئة الصحة بدبي بالعديد من الفعاليات في يعني جناحها خلال معرض جايتكس 2018. هناك الكثير من المواضيع اللي ممكن تكتشفونها من خلال هذه المشاركة. نتمنى اللي مر هناك يخطف على جناح هيئة الصحة
في عندنا الكبسولة الذكية هذه بعد حاولوا تدشون فيها، لأن تسوي لكم 19 فحص في 10 دقائق، تخيلي 10 دقائق 19 فحص يسووه ما شاء الله. ايه. جميل. وكله سكانين. عموما شاكرين لكم، شكرا لك ميرا الخفلي كانت معنا في التنسيق، في الإعداد الأخت نور نزال، شكرا لك دكتورة ميسون الشعالي، شكرا شكرا عيسى سبيل كان معنا في الإخراج. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، نقول لكم حتى ذلك الوقت دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.